مرحبا بكم. وقبل ان نبدا في طرح موضوع حلقه اليوم، نود ان نذكركم باننا بامكاننا ان نتلقى ارائكم المختلفه عبر صفحات البرنامج على مواقع التواصل الاجتماعي، وهم بالطبع همزه وصل اي جي على كل من فيسبوك وتويتر. اذا مشاهدينا، للاسف في ظل ارتفاع معدلات الفقر والجهل والبطاله والعشوائيه وسوء الاداره، عاده ما تظهر اسلحه فتاكه تحاول الفتك والنيل بالمواطنين عن طريق استقطابهم وعن طريق استغلالهم بشتى الطرق. من اخطر وابرز هذه الاسلحه هو سلاح الدين، ومن يستغلون هذا السلاح يحاولون دائما ان يستغلوا او يلعبوا على المشاعر الدينيه وعلى المعتقدات الدينيه الى حد كبير، في بعض الاحيان الى تزييف المعتقدات وتزييف الحقائق. ربما من هذا المنطلق جاء قرار وزارة الأوقاف بضرورة توحيد خطبة الجمعة في كافة مساجد الجمهورية. المؤيدون لهذا القرار يرونه صائب بدرجة كبيرة جدا، لأنه من هذا المنطلق يتم قطع الطريق أمام من يستغلون المنابر الدينية. مشاهدينا، اسمحوا لنا سنخرج سريعا إلى هذا التقرير والذي يحاول رصد جوانب هذا الموضوع، لنعود بعد ذلك ونبدأ هذه الحلقة. بهدف نشر الخطاب الديني المعتدل والقضاء على الأفكار المتشددة داخل المجتمع المصري والعودة به إلى وسطية الإسلام وسماحته، اتخذت وزارة الأوقاف قرارا بتوحيد موضوع خطبة الجمعة في جميع المساجد التابعة لها أو للجامعيات، كذلك في المساجد الأهلية. وزارة الأوقاف بررت اتخاذها مثل هذا القرار بأنها المسؤولة عن إقامة الجمعة وشعائرها في جميع مساجد مصر، وذلك ضمن خطتها لضم جميع المساجد إليها. قرار وزارة الأوقاف أحدث حالة من الانقسام بين مؤيد ومعارض، حيث قوبل بترحيب كبير من جانب رموز التيار الديني المستنير وشيوخ وعلماء الأزهر الشريف، الذين أوضحوا أن قرار توحيد خطبة الجمعة بالمساجد من شأنه الدعوة إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة، فضلا عن جمع الشمل وتوحيد الكلمة. في المقابل، لاقى قرار وزارة الأوقاف بتوحيد خطبة الجمعة اعتراضا من جانب عدد من المواطنين، الذين أكدوا أن اختيار موضوع خطبة الجمعة يختلف بتنوع مشكلات الناس وتغاير أماكنهم وطبيعة فكرهم وثقافتهم ما بين قرى فقيرة ومناطق راقية، مما يصعب معه توحيد موضوع الخطبة على مستوى الجمهورية. وما بين الموافقة والرفض لقرار توحيد خطبة الجمعة، أكدت وزارة الأوقاف على تقديم الأئمة المخالفين لقرارها للمساءلة القانونية وضم أي مسجد تابع للجمعيات الخيرية لا يلتزم بذلك، وتعيينها مفتشا من جانبها للوقوف على مدى الالتزام بالتعليمات في هذا الشأن. شيرين الشفعي، النيل. إذن كيف ترى توحيد خطبة الجمعة في المساجد، مساجد الجمهورية، كيف تراها؟ نحن في انتظار آرائكم المختلفة حول هذا الموضوع، ولكن قبل أن نبدأ في تلقي الاتصالات اسمحوا لنا سنذهب سريعا إلى زميلي محمد عبد الحكم والذي يتابع لنا مواقع التواصل الاجتماعي لنرى ما الذي ورد له حتى الآن من تعليقات. تفضل محمد. شكرا لميس، أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وفقرة جديدة لقراءة تعليقاتكم ومشاركتكم على فيسبوك وعبر تويتر على سؤال حلقة اليوم الذي يقول: كيف تقيم قرار توحيد خطبة الجمعة على مستوى مساجد مصر؟ البداية مع أحد المشاركين الذي يقول: قرار محترم وهذا لتوحيد الصف، ونشكر أسرة البرنامج. عبد اللطيف عبد السلام: توحيد الخطبة أصاب الحقيقة، فالخطبة وعظ وتوعية وتثقيف وتلميع لذاكرة الغافلين، بشرط عدم خروج الخطيب عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الموردين أدخلوا علينا فقها متطرف، وهذا ما نعانيه في الشارع المصري الآن. جعفر يقول: إن بعض الخطباء لن يجيدوا قراءة ورقة الخطبة لضعف مستواهم الفني، ولذلك أقترح توحيد عنوان الخطبة وليس توحيد الخطبة نفسها، وترك الاجتهاد للخطيب حتى يكون هناك تنوع في الخطبة. عصمت علي: قبل ذلك أين الخطباء المؤهلين لذلك؟ أحد المشاركين وهو محمد عبدي يقول: قرار جيد جدا
وأؤيده في هذا التوقيت بالذات، لأن هذه المرحلة حساسة للغاية ولمنع التطرف والإرهاب في الدولة، ولا بد من الالتزام وفهم الدين الصحيح ومنهجه السليم من خلال مؤسسة الأزهر الشريف وعلماء الأجلاء. ناصر حجازي، كم أنت عظيمة يا مصر، يا أم الحضارة والتاريخ، ولقد حماك الله بالأزهر الشريف على أرضك الطاهرة ليقدم العلم والعلماء لكل بقاع المعمورة، فنجد العلوم العربية والشرعية وغيرها يدرس بجميع الجامعات المختلفة. حمادة يوسف، تحيات الأسرة البرنامج والسادة المشاهدين، وإن كان متأخرا وطال انتظاره لمثل هذا القرار، إلى أنه الحمد لله أخيرا صدر، فتوحيد الخطبة يقطع الطريق على من اتخذوا المنابر وبيوت الله للدعاية السياسية وبالدين المؤلفة بالدين والشريعة، فيجب أن تكون المساجد للوعظ والإرشاد وما فيه الصلاح والخير إن شاء الله. ميدو حلمي، توحيد خطبة الجمعة على الأقل في الوقت الحالي ممكن يكون كويس، بس صعب تنفيذه لأن مش كل مساجد الجمهورية فيها أئمة من وزارة الأوقاف، هناك مساجد كثيرة على مستوى الجمهورية خارج نطاق السيطرة، وبالتالي هناك يعني لابد أن نبت في هذا الموضوع أو توحيد الأئمة في جميع المساجد، وبعد ذلك يتم توحيد خطبة الجمعة. طه يقول توحيد الخطبة مهم جدا، ولكن لابد أن تكون الرسالة واضحة ومختصرة، لأن الناس زهقت من الخطب وتريد أعمال لا أفعال. حسن رمضان، توحيد خطبة الجمعة هي خطوة صحيحة وممتازة لكي لا يتم استغلال خطبة الجمعة في الدعاية لطوائف أو طيارات معينة، أو استغلالها في المصالح الخاصة للظهور بمظهر من حيث الشجاعة أو القوة أو إرضاء الأتباع أو الأنصار، فهي مهمتها توحيد التوحيد الصحيح للمصريين. أحمد يقول مفهوم خاطئ، هنلاقي جدل من جميع الأطراف الدينية والسياسية والإعلامية، وهيقولوا إن الحكومة هي من وراء ذلك، وهنلاقي فتنة بالرجال الدين. احنا نثق في مشايخ مصر ونفتخر بهم داخل مصر وخارجها ايضا، واشكر اسرة البرنامج. ابو ادهم يقول قبل توحيد خطبة الجمعة يجب توحيد الشعب وجعله على قلب رجل واحد من اجل الحفاظ على هذه البلدة الحبيبة وشعبها العظيم، لابد ان يكون هذا من خلال منابر المساجد، لا بأس، ومن خلال جميع وسائل الاعلام المحترمة. يعني كما رأينا لميس، هناك شبه اجماع على أن خطبة الجمعة توحيدة في جميع المساجد هو ربما يكون شيء جيد أو ممتاز في تلك الفترة، ولكن هناك بعض الآراء التي تقترح توحيد العنوان فقط وليس توحيد نص الخطبة. ربما يكون هناك المزيد من الآراء والتعليقات سأقرأها في الفقرة المقبلة، ولكن أنتقل إليك الآن لكي تستقبلي أولى اتصالاتك الهاتفية. شكرا محمد. بالفعل إذن مجموعة من الآراء ربما سنطرح بعضها على ضيوفنا الكرام والذين سينضمون لنا عبر الهاتف في هذه الفقرة. سيكون معنا الدكتور علي السمان رئيس الاتحاد الدولي لحوار الثقافات وأيضا الأديان، سيكون معنا الدكتور أحمد زارع المستشار الإعلامي لجامعة الأزهر، والأستاذ فريد إبراهيم من جريدة الجمهورية وهو رئيس القسم الديني في جريدة الجمهورية. لنبدأ بالدكتور علي السمان رئيس لجنة حوار الأديان. دكتور علي، كيف قرأت هذه الخطوة؟ خطوة أولا إعادة صياغة الخطاب الديني في الجوامع، وده شيء أساسي جدا، لأن ما يقوله خطيب الجمعة يؤثر في ملايين من الناس، والمشروع ده للأمانة كان بدأ به العزيز الدكتور حمدي زقزوحي حينما كان وزير الأوقاف، ويجب أن نعترف أن الوزير الحالي يقوم بجهد غير عادي لإصلاح هذه النقطة. وأيضا عايز أقول لك أن كان بالنسبة لي مفاجأة الجمعة اللي فاتت وأنا بصلي في جامع صغير، لأن الجوامع الصغيرة دي تهمني جدا، لأن دي اللي بتبقى يعني زي ما بيقولوا خارج السياق. اللي حصل ان الجامع الصغير ده اللي هو على شارع النيل في الجيزة، لقيت ان الخطاب جديد والاسلوب جديد، وان ايضا ودي نقطة تهمني جدا، لقيت هناك دعوة ايضا ان نحترم الاديان الاخرى. ايوه الدكتور علي السمان رئيس لجنة حوار الاديان، اشكرك الشكر
أشكرك شكرا جزيلا. أنتقل إلى الدكتور أحمد زرع المستشار الإعلامي لجماعة الأزهر. دكتور أحمد، يعني هناك من ينتقد هذا القرار ويرى أنه يقتل الإبداع لدى الأئمة، وأن الخطبة بالأساس تعتمد على المواعظ والتأكيد على القيم الدينية الحنيفة، وأن بهذا القرار تتحول الخطبة إلى خطبة روتينية كربونية بين المساجد. أنظر إلى هذا الأمر. نعم. يعني أنا بأنظر إلى هذه القضية من جانبين. تفضل. الجانب الأول ما يتعلق بتناول الخطبة لقضايا المجتمع العامة التي تهم المجتمع ككل، فلا مانع في هذا الجانب أن توضع خطوطا عريضة يلتزم بها الخطيب في خطبته، وبخاصة أثناء الأزمات المجتمعية التي يمر بها المجتمع ونحتاج فيها إلى وحدة الصف وعدم البلبلة والإثارة. ففي هذه النقطة بالذات يصل الأمر إلى درجة الوجوب. الجانب الآخر ما يتعلق بالوضع المحلي لكل مسجد من المساجد، فمن الضروري أن تعالج المساجد مشاكل المناطق التي تنتشر فيها، فلكل منطقة خصوصيتها ومشاكلها. هنا ينبغي على الخطيب أن يكون مرآة صادقة لواقع البيئة المحلية التي يوجد بها المسجد، حيث يعالج المسجد كل ما يهم هذا المجتمع البيئي أو المنطقة التي ينتشر فيها بما يتناسب مع ظروف القاطنين فيه. طيب هذا يعني عذر على المقاطعه، ولكن هذا قد يتنافى مع فكره توحيد الخطبه، يعني كما ذكرت من ضمن ايضا الانتقادات ان كل ما يعني الخطب التي يمكن ان تقال في الريف مشاكل الحضر غير مشاكل الريف، ربما المشاكل العامه للوطن هي التي تجمع الجميع، ولكن هناك خصوصيات في الاماكن. نعم، انا بارى ان القضايا العامه هنا نضع لها خطوطا. نعم. القضايا العامة